خليني اقول لكم ان احنا في نوفمبر 16 كنا بدانا برنامج للاصلاح الاقتصادي، واحنا كنا اتكلمنا مع صندوق النقد الدولي بمنتهى الوضوح ان احنا هنبقى جادين جدا في تنفيذ هذا المسار مهما كانت قسوته، لان احنا ندرك تماما ان الصندوق لديه القدرات والخبرات اللازمه اللي ممكن لو الدول استطاعت انها مش هقول توائم، لان المؤامه في الغالب بتبقى يعني بتحد يمكن من الحركه، لكن لو قدرت ان هي تنفذ المشوره الفنيه المسار اللي بيتم طرحه للاصلاح اكيد هيبقى في نجاح. لكن دايما كانت انا بتكلم على التجربه المصريه، حتى كان دايما المسارات دي كانت تيجي في يعني تتعثر او تتوقف في مرحله محدده. احنا ما عملناش كده، وكان الحقيقه يعني عشان نكون نعطي كل ذي حق حقه، وكان مش الحكومه فقط ان هي التزمت ونفذت التزامها، لا انا عايز اقول ان الشعب المصري تحمل قسوه الاصلاح الاقتصادي ولم يخرج مصر واحد، للتعبير على ان هو هذا الاصلاح يؤلمه. والحقيقه وده كان احنا ما كناش نعرف ان هيبقى فيه كوفيد 19، يعني ما كناش نعرف.